تعرف جلنار، فكرة البث الحي أو المباشر هي كسرت حاجز المكان. صحيح ليس من رأى كمن سمع، ولكن بدرجة كبيرة نحن نرى ونسمع مع الناس في نفس اللحظة. يعني وقوع الحدث، لحظة وقوع الحدث ومعايشته في للقاعدين في المكان والموجودين في المكان، هي لحظته أيضا للمشاهدين على مسافات آلاف الأميال. ولذلك كما ذكرت لك من قبل، تقع هذه حالة الاشتراك في المشاعر، هذه الحالة حالة المشاركة النفسية. نعم، نحن كنا نستنشق الغاز المسيل للدموع ونحس بدوي الرصاص وكل شيء والقمع. ولذلك الصورة، وهذه آية هذا الزمان، أن الإعلام الجديد، إعلام المواطن هو المواطن الصحفي، والإعلام الذي أصبح يصل الناس بعضهم ببعض لم يترك لأحد من فرصة، يعني فرصة حصار الناس داخل الإغليم، داخل الجغرافيا المحددة. هذه أصبحت من كلاسيكيات الدولة القديمة. هنالك يمكن شيء جديد، يمكن أن نطلق عليه علم اجتماع سياسي جديد، في إنترنت، في هذا العالم الغير مرئي ولكنه الحي والضاج بالحياة والصانع لها كذلك. ولذلك أنا ما كتبته من غرفة الأخبار كان هو حالة معايشة، أستطيع أن نسميها حالة معايشة حقيقية للمشهد. نحن بصورة أخرى كنا مثلا في شوارع المدن التونسية، كنا حاضرين أيضا في ميدان التحرير، الأصوات تصلنا في لحظة صعودها إلى السماء وفي لحظة وصولها إلى المعنيين بها من المطالبات وغيرها. ولذلك ما كان على الصحفي إلا أن يتمثل تلك الأحوال، أحوال الثائرين والمناضلين، ويعيد إنتاجها. نعم. وهناك صدق أيضا في نقل هذه المشاعر والأحداث. سننتقل إلى مقاطع فيلمية من تقاريرك فوزي خلال تغطيتك لثورة الشعب المصري وصولا ليوم تنحية الرئيس المخلوع. لم يتقدم حتى الآن رئيس مصر ليقول لشعبه إنه قد فهم. والعبرة تقول إن الفهم متى تأخر لا يغني عن صاحبه شيئا. هي استعادة أمن لو صح للرئيس المصري حسني مبارك في عزلته المزدحمة بالحيرة والخيارات العسيرة أن يسأل المتظاهرين في ميدان التحرير وفي كل مدينة مصرية تظاهرت ضده، ربما كان سؤاله: أتقومون بالثورة قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لكن كتاب التاريخ المفتوح والمليء بالعبر يقول إن الثورات هي الفعل الوحيد الذي يقع ضد رغبة الحاكم ورغما عنه وبلا إذن منه. وقد عهد الناس الجامعة مستودعا للحكمة العربية وسداد الرأي كما عهد مبارك ناصحا أمينا في الملمات. ألم يأتك حديثه إلى صدام والغزاة يدقون أبواب العراق في عام 2003؟ هي الفكرة بتاع الشيخ زايد كانت فكرة صعبة، يعني انقذ العراق واهل العراق مستحيل، وممكن حد يقعد في اي دولة ويقدروا يستضيفوه. من يتصدق بنصيحة لمبارك من اجل مصر وحقنا لدماء ابنائها في ثورة لا غزاة فيها، وانما هي مصر تحدث عن نفسها. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مصير سبق إليه الشهر الماضي الرئيس التونسي الذي لم يجد من الهرب بدا فنجا هو الآخر ببدنه، تاركا أمثولة في أن الشعوب أبقى وأقوى من الطغاة متى صح منها العزم. وإن مثل مبارك في شعبه كمثل زين العابدين إذ قال له شعبه أصلح فأبى أن يكون من المصلحين. ألا بعدا لمبارك وبعدا لزين العابدين، قال الشعبان الثائران. 30 مرت ثم وقع لمبارك
أن الشعب لم ينل حظه موفورا من أي شيء. إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب، وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته. كذلك قال زين العابدين من قبل: أفلا يزال في مدرسة القادة والزعماء من لم يفهم الدرس بعد على بساطته؟ فوزي، يعني اليوم ننجيك ببدنك، ألا بعدا لمبارك وزين العابدين. قال الشعبان الثائران: من يتصدق بنصيحة من أجل مصر؟ إنه لمكر مكرتموه في المدينة. وأيضا تختم في يوم التنحي: من لم يفهم الدرس على بساطته. يعني استعارات من النص القرآني الكريم وكلام ثوري، فعلا يعني أقل ما يقال عنه بفش غل المواطن العربي. والله المواطن العربي الآن لم يعدم وسائله في فش غله، يعني ما عاد بحاجة إلى من يتحدث نيابة عنه. هو يتحدث بصوته الجهير ويسمع من لا يريد أن يسمع. ولكن مسألة الاستعارات، تعرفين أننا نكتب في الصحافة، والصحافة لها لغة ولها أساليب، ولذلك قد يجد الناس شيء من غرابة، لا أدري إذا كان ذلك قد حصل بالفعل، ولكن لعل بعضهم لم تعجبه فكرة النص القرآني. وهذا ضرب من الأساليب في الكتابة العربية، قديم وموجود، التضمين والاقتباس وإلى آخر. وأهم من ذلك كله هو أن النص القرآني نص حي، لا نص قديم ماضي منعزل منقطع عن الحاضر، ولكن نص لا يزال يحدث الناس كل يوم بآياته. ولذلك أنا بالطبع لا أدعو أن تكون المقالة الصحفية أو الكتابة الصحفية هي محاضرة تتوقع على الحديث وعلى الآيات وكذا إلى آخره، لكن متى ما وقع التماثل الذي لا تخطئ عين ويقع ويصيب ويصل إلى الوجدان وإلى إلى إلى السامع ناقلا شحنة معرفية وشعورية كبيرة، متى ما كان ذلك ممكنا، أنا أتصور أن القبسات هذه لعلها تضيء الناس وتدفع بالمعاني بعيدا في نفوس الناس. نعم. نفوس السامعين. نبيل، يعني ذكرت